الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي معايا دلوقتي على التليفون. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وللساده المشاهدين. اهلا وسهلا دكتور. هل في نية الاسبوع اللي جاي انه لفتح الحضانات؟ يعني قولا واحدا يا استاذ عمرو، الحضانات لن تفتح الاسبوع القادم، واعتقد كمان ولا الاسبوع اللي بعده. وهذا الامر يعني احنا رصدنا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات بعض الحضانات انها بتقول انه هيتم الفتح الاسبوع القادم. هذا امر غير وارد وغير مطروح، ووزاره التضامن الاجتماعي هي اول الجهات التي تتمنى عوده العمل في الحضانات في اقرب فرصه. طيب لأن ايه احنا الاسباب بتاع اللي عندكم يا دكتور محمد عدم الفتح؟ بص يا فندم، اولا عدم الفتح مرتبط بعده عوامل هحكيها لحضرتك تباعا. اولا احنا في وزاره التضامن الاجتماعي لدينا اليات لاتخاذ القرار، فهذه الخدمه التي نقدمها لاولياء الامور وابنائهم. احنا عملنا استطلاع راي على صفحه وزاره التضامن الاجتماعي ومواقعها على التواصل الاجتماعي، وصل لمليون ونصف المليون. وتفاعل مع هذا الاستفتاء 75,000، 80% منهم رفض فتح الحضانات. طيب وكان من ضمن العناصر الاستطلاع ان حضرتك تقدر تقول اقتراح، وصلنا 10,000 اقتراح. زملائي بيحاولوا الان بيحللوا هذا الاقتراح، بنتكلم عن 5 ايام بس يا استاذ عمرو. تمام. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا خاطبنا منظمة الصحة العالمية وخاطبنا اليونيسيف، وبدأت توصلنا وثائق ودراسات ومقترحات حوالين ازاي ممكن ترجع الحضانات والعودة للعمل في الحضانات. وجاري دراسة هذه الوثائق والمقترحات والاحترازات او الاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها حين تعود الحضانات، وهنوصل في الاخر لنتيجه تعرض على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء في اطار خطته الشامله للتعامل مع هذه الازمه يتخذ القرار. نعم. ومعالي وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباس حرصا منا ورساله لكل العاملين في هذا القطاع واولياء الامور، احنا شغالين على تطوير الحضانات بالفعل. كنا بنوقع الاسبوع اللي فات تطوير 1350 حضانه. تمام. في محافظات مصر هنستلم الاسبوع ده 550 حضانه تم تطويرهم. وبالتالي احنا استغلنا الفرصه اللي الحضانات متوقفه فيها ان احنا بنطور هذه الحضانات. جميل. عايز برضو اقول نقطه مهمه جدا. اولا يعني انا للاسف شديد لم اسعد بالاستماع لضيوفك الكرام فيما يتعلق بوجهه نظرهم في العوده للحضانات. في عندي ضيفه مع وضيفه ضد دلوقتي. احنا يعني احنا بالتاكيد نجمع بين وجهتين النظر، احنا مع العوده ولكن ضد العوده فورا. صحيح. احنا مع العوده في اقرب وقت مناسب. تمام. مش بس حرصا على الاطفال، يمكن هم حضراتهم متخصصين في الحضانات وعارفين. عارف حضرتك ان من ضمن الدوكيمنت اللي وصلتنا من المنظمات الدوليه انهم بيقولوا ان الكتب التعليميه اللي بيتداولها الطلبه في الحضانات من اكثر الادوات اللي ناقله للفيروس، اللي ممكن تنقل الفيروس. إن مظبوط. الالعاب، ان معظم الالعاب بيكون من الصعب تعقيمها. اي حاجه صعب. يعني انا بحكي الحاجة في تفاصيل دقيقه جدا. صحيح. وعلشان كده الاستعجال مش مطلوب دلوقتي. صحيح. لان دي طبعا بتتعلق بصحه اولادنا. انا للاسف بس عشان الوقت دكتور محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا دكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزاره التضامن الاجتماعي.